هات اليمين او الشمال، ادي الكره مره تانيه، ممكن هنا كهربا جوه جول، جوه جول. الهدف الثالث لصالح منتخب مصر، يحرزه كهربا نتيجه طبعا استغلال للكره اللي فاتت وحاططها على طول على يمين حارس المرمى. ادي كهربا في اللقطه اللي فاتت والخطا الدفاعي في المدافعين، وادي الراسيه، كهربا استلم حلو، وزع نفسه حلو، حاططها والله برؤيه حلوه جدا، برؤيه حلوه جدا. ده وقع، قعد الراجل كهربا على طول بمهاره فرديه، يقع الراجل على طول ويحطها.